عندك ليه نادي الوحدة بقى وانت وحداوي، وما تردد عن صفقة محمد أنجم وطلب فريق النادي الوحدة في يعني وجود هذا اللاعب في الدوري السعودي والنادي الوحدة بالأخص؟ لا، انا باخذك حته ثانيه. طب كثير من اللاعبين المصريين بشكل عام اثبتوا كفاءتهم وجودتهم في الملاعب السعوديه، وهم مطمع للانديه في كثير من الامور، ليس نادي الوحده، في كثير من الانديه السعوديه تراقب الدوري المصري بشكل كثيف، ويهمها تواجد كثير من اللاعبين المميزين في الدوري المصري في الدوري السعودي. تمام. بشكل عام الان ما هي واضحه الامور، يعني حتى لو اي مسؤول من مسؤولي الانديه الان بدا يفاوض لاعبين، ما قد تكون بالجديه التامه، لان الامور ما هي واضحه. حتى الفيفا ما اوضح لك موضوع استمراريه العقود او انهائها في ظل توقف كثير من النشاطات على مستوى العالم. الدوري السعودي لما نتكلم على الموعد المقترح 20 اوغست، واغلب عقود اللاعبين الحاليين اذا ما كانت مستمره، يعني نتكلم اذا مو في عقود موقعه لثلاثة او اربع سنوات، تتكلم عن العقود السنويه حتنتهي الحين في شهر 6. فهم الان واقعين في مشكله، هل حيمددوا لمده شهرين او حيمددوا لنهايه المنافسه، او انه اللاعبين اللي موجودين الحاليين يمشوا تنتهي عقودهم ويجيبوا لعيبه جدد، وهذا يختلف مع تركيبه الدوري بشكل عام، انك انت تكمل ثمانية جولات بلاعبين جدد. تمام، بس انت برضه يا استاذ عاطف اخذتني حته، انا عايز اعرف صحه ما تردد عن محمد أنجم في الوحده السعودي. خلنا اتكلم معك بكل انت اخذتني في حته يعني ثانيه خالص، اكنك مش عايز تجاوب على السؤال ده. بس سريعا بس استاذنك بس. لا، مو مساله بجاوب أسد. انا اديك اياها كل الامور محتمله. تمام. دائما الواحد يسعى للافضل. طيب. يعني مثلا هذه الوحده اكيد انه يسعى للافضل من خلال تعاقدات مستقبليه. طيب، بالنسبه لحسام عاشور تردد برضو وجوده في احد الانديه السعوديه، برضو يعني من خلال تواجد حضرتك ومعلوماتك الخاصه بالدوري السعودي. والله شوف، حسام عاشور من الاسماء اللي طرحت لكثير من الانديه انهم قاعدين يفكروا جديا، خصوصا بعد الفتره المشكله الاخيره اللي صارت له مع النادي الاهلي. حسام عاشور لاعب كبير مطمع لكثير من الانديه، ما زال اللاعب بكل امانه من وجهه نظري الشخصيه قادر على العطاء، وقادر على ابراز نفسه بشكل اكبر في الدوري السعودي، وجودته عاليه بكل امانه يعني، وهذا امر متاح. لكن ما يعرقل او ما يعطل كثير من الانديه ضبابيه الوقت الحالي، الوضع الحالي. طيب، ضبابية الوضع الحالي استاذ عاطف، يعني ممكن بعد ما تفك الازمه شويه كذا. ممكن طبعا، وخلي بالك الاسعار هتقل كمان، يعني في انديه بتستنى ان الازمه تنتهي عشان اسعار اللاعبين يقلوا شويه. استاذ عاطف انا بشكرك، شكرا جزيلا استاذ عاطف الاحمدي.